الفن فنك الفن فنك نحييك يا موروث داري قبل اندثارك وانت ندم جينا وراك نقص ثاري نكفر جبال وسحن ويم بسم الله الرحمن الرحيم. مساكم الله بالخير مشاهدينا ومتابعينا الكرام. لقاء جديد من برنامجنا المتجدد الفن فنك. لقاءنا اليوم لقاء مع أحد الشعراء البارزين على الساحة الفنية أو الصاعدين، يكتب في مجال الشعر، في مجال الشعر النبطي، يكتب في مجال المسبع، يكتب في مجال الرزحة، وأيضا في فن العازي. خلونا نتعرف عليه وتابعونا. الفن فنك الفن فنك. حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا الكرام. ضيفنا في هذا اللقاء هو ضيف غني عن التعريف، هو شاعرنا حسن سعيد اللويهي من ولاية الرستاق. مساك الله بالخير ابو علي. الله بالخير والنور ابو شاب. كيف حالك؟ طيب الحمد لله بخير وسرك. الله يعطيك العافيه. يا مرحبتين وسهلا. حقيقه سعيدين وجودك معنا اليوم في لقاء برنامجنا الفن فنك. وانا اسعد والله، انا اسعد حبيبي. يعطيك العافيه. احنا طبعا في البدايه دائما يعني نريد نعرف البدايات لكل فنان يعني في هذا المجال. نعم. لما أعرف بداياتك، متى بديت في مجال الشعر؟ نعم، أنا بداياتي كانت من فترة شوية طويلة، ولكن ربما كان ما عندي ظهور، سبحان الله ما أعرف، يمكن كانت ربما عدم ثقة أو شيء. سبحان الله. ولكن من عدة أشخاص شجعوني، رسلتهم عدة أشعار فقالوا الأشعار جدا ممتازة، وقفوا معي، والحمد لله الحين صار عندي قناة وصار عندي أشعار كثيرة، واكتب في المسبع، واكتب الحمد لله في عدة مجالات. نعم نعم نعم. طيب احنا بنقول دائما الله يوفقك ان شاء الله. امين ان شاء الله. امين. طيب ايضا نفس الشيء المشاهدين نعم يبي يعرفوا ايش اللي تكتب فيه. والله هنا كتبت في مجال الشعر، يعني كتبت في الرزحة. في الرزحة. كتبت في المسبع. في المسبع. كتبت عازي. عازي. وكتبت شعر. شعر. نعم. موفق ما شاء الله. آمين. بدايتك يعني نقدر نقول إنك ما شاء الله إنك يعني موهوب. الحمد لله رب العالمين. بالإصرار والعزيمة كل شيء يجي. الله يعطيك العافية. آمين إن شاء الله. طيب إحنا في البداية نبي نفس الشيء نسمع شيء لفن الرزحة. ما دام إن نحن نبدأ بالفنون عمان، يعني يمكن الرزحة والعيالة يمكن أشهر الفنون اللي موجودة كفنون رجالية، يعني تكون خاصة الرزحة يعني أكيد مشهورة يعني بشكل كبير على مستوى السلطنة. أكيد أكيد. نريد نسمع يعني إن شاء الله. أنا وصلتني صورة لرجل كبير في السن. نعم. فسويت له قصة يعني على أنه سابقا كان يروح للفنون. ولما كبر في السن صار ما يقدر يروح. فسويت له قصة كذي بسيطة وأقول فيها إلا لزامط أسمعه عند العرب. إلا لزامط أسمعه عند العرب. راح الزمان الأولي يا حسرتي لك، راح الزمان الأولي يا حسرتي. يا حسرتي يا حسرتي. الشيب ينزف والعمر منا اضطرب. الشيب ينزف والعمر منا اضطرب. نعم. طربان ولكن انكسر في خطوتي. الله. لك طربان ولكن انكسر في خطوتي. نعم. يعني هذا الكلام اللي انت قلته. نعم. تصوير لهذا الرجل. تصوير لهذا الرجل، يعني جالس وماسك كذا ايدينه، فشبهت على ان في يعني يروح للفنون الشعبية خاطرة يروح، ولكن كبر الكبر يعني هو اللي أثر عليه. الكبر اللي هو أثر عليه. صحيح. نعم. صحيح. نعم. ما شاء الله. نعم. قصيدة ممتازة ما شاء الله عليك. نعم. أيضا إحنا نريد في نفس الوقت
مدام انك يعني كتبت في مجال الرزعه. نعم. حاورت حرد يعني. نعم. صار لك يعني حوارات مع بعض الشعراء كمساجله. نعم. نعم تساجلت وساجلت يعني تشريف كبير ان اتساجل مع الشاعر حمود الرواحي اللي هو الكوس. نعم نوجه له تحيه. نعم نعم تحيه كبيره له. بعد عندك خميس الهاشمي. خميس الهاشمي. نعم ما شاء الله. نعم. وجه لهم يعني تحيه نفس الشيء. كبار ولكن رأفه بي انا كمساعده ربما. لا لا ما شاء الله. لا ما شاء الله صحيح صحيح. هو هم نفس الشيء تراهم البدايات كانت نفس الشيء يعني مثل. نعم. ما انت تقول كل حد يعني ما وصل يعني القمه. صحيح. مباشره. صحيح. دائما لازم يكون في عناء لحد ما توصل. اكيد اكيد. طيب نسمع للحمود. نعم. الفن فنك. الفن فنك. هات يا شعرنا. بدأت أنا في حمود. نعم. وأقول أول كلامي بالتحية والسلام. أول كلامي بالتحية والسلام. أعداد حبات الرمل بين البحور. الله. أدعوك ربي في سجودي والقيام هذا الصبح يبعث لك بصحة ونور. كان نور. وقت الصباح ما شاء الله. هي نعم. ورد حمود. حمود يقول حي بسلام حي بسلام الصاحب الليث الهمام. حي حي بسلام الصاحب الليث الهمام في خاطري زاد ابتهاجات وسرور ويا مرحبا بك عد شطات اللثام وعداد تسبيح العنادل والطيور. الله كلام كبير ما شاء الله عليه. ما شاء الله عليه. رديت عليه انا قلت له اسمع حكي بين اللوادم في الخيام. ها اسمع حكي بين اللوادم في الخيام يتخابروا عن قوتك عابر عبور. ما شاء الله عليه. اسمع حكي بين اللوادم في الخيام يتخابروا عن قوتك عابر عبور طماع أطمع في الذهب تارس هيام. شل القلم واكتب حروفك من صخور. هات ما عندك. الله 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 يعني ما شاء الله ما سهل. زين. ورد حمود قال لي سمعته به كله كلام في كلام. لي سمعته كله كلام في كلام. هذا تواضع منه. نعم تواضع منه. صحيح. لي سمعت به كله كلام في كلام. وانت تفكر وحدك في الحكي المنثور. نعم. انت تشوف ويالله نتوفق في كتابات النظام وبحسن ظنك نبقى وما تبقى قصور. يا الله. هذا رد هو. نعم. قلت له أنا تجري سيولك من قطع تجري دوام. تجري سيولك. تجري سيولك من قطع تجري دوام. الله الله الله. أتابع أنا. صحيح. أتابع وما ويعني كلمة الحق. نعم. تجري سيولك من قطع تجري دوام. الله. كل يوم يوصل في النشر عدة سطور. نعم. كل يوم يوصل في النشر عدة سطور. أشهد على كل اللوادم والعمام بنك على خط الشجاعة في الظهور. الله أكبر. نعطي حقه. نعم صحيح صحيح. رد حمور قال سرنا وتعبنا في خط نهج لا يضام. سرنا وتعبنا في خط نهج لا يضام من سالف الأيام ومن ماضي الدهور. تراث. نعم. يتناقلوه. صحيح. أهل الضوابح وأصحاب السيوف هذام شيابنا فعلهم دائما مذكور. الله أكبر. نمشي على كل شياب. صحيح صحيح. نمشي على كل شياب. حقيقة حقيقة. قلت له أنا يا بخت من يمسك تراثه كالحزام. يا بخت من يمسك تراثه كالحزام ويردده وقت المحافل للحضور صحيح. تستاهل التقدير لك مني وسام ويا رب ترحم من غدا تحت القبور. تستاهل التقدير لك مني وسام والله ترحم من غدا تحت الكبر. الله أكبر. الله يرحمهم. نعم الله يرحمهم. قال واجب علينا نحفظه دايم دوام. الله. رد هو قال واجب علينا نحفظه دايم دوام ونسلمه للقادم والزمان يدور. الله. تفكير ما شاء الله عليه. واجب علينا نحفظه دايم دوام ونسلمه للقادم والزمان يدور. نعم. وعمان أرض الخير وبلاد الكرام من زمن مالك بن فهم ليث الثغور. الله أكبر. صحيح. هذا حكي. نعم. رديت أنا قلت له أسعدتني يا حمود وفي مسك الختام. مع نعم. تطول علي خفت يجيني منه ومنه. نعم نعم. أقول أسعدتني يا حمود وفي مسك الختام. نعم. روح التواضع شيمتك وإنك صبور. صحيح. احنا قارينا التوم مبتدي ربما كانت اول محاوره لي حقيقه يعني. كلامك حقيقه. قلت له اسعدتني يا حمود وفي مسك الختام. الله. روح التواضع شيمتك وانك صبور ربي يحفظك من المآسي والسقام وتكون في دنياك دائما مسرور. الله والله الله 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 ما شاء الله عليه. رد هو عاد يختم. ايه.
قال ختامك يريح القلب ويزيد الوحام. ختامك يريح القلب ويزيل ويزيل الوهام، والشكر لك موصول إلى يوم النشور. وختامها نصلي على بدر التمام، خير الوراء بعد خير الوراء بعد هذه آيات الزبور. وتم الكلام. تم الكلام. نعم. الفن فنك. الفن فنك. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. ما تقول ان انا تمشي على الضفاف، ما شاء الله عليك. على الضفاف، على الضفاف، ولا ما شاء الله عليه حمود شاعر. لا لا، لكلمة كبيرة. لكلمة كبيرة. لكلمة كبيرة حقيقة يعني. نعم. هو فنان، يعتبر فنان. نعم. يعني ذو صيت عالي ما شاء الله عليه. نعم. طيب هو أخوي حسن، ترى الإنسان دائما يبدأ يعني مثل ما قلت لك من الصفر، وبعين أكيد. الله أنه الإنسان دائما اللي كل مجتهد النصيب. أكيد. يعطيك أكيد. العافية. أكيد. طيب بنروح في فن المسبع إن شاء الله. طبعا فن المسبع يعني كثير خاصية في السنوات هذه القليلة الحين ظهر بشكل كبير. أكيد. خاصية في السوشيال ميديا. أكيد. وناس يعني نفس الشيء يعني يلو شعاره، وأيضا كلامهم طبعا كان إذا كان في المدح، وإذا كان في الغزل، وإذا كان وإلى آخره. نعم. أنت نفس الشيء بديت تكتب المسبع قريب ولا؟ أول بداياتي كانت في الشعر، ومن ثم في الرزحة، ومن ثم كتبت عازي اللي هو خاص كان لولاية الرستاق. نعم. ومن بعدها تعلمت فن المسبع. إذا تبدي في الشعر عاد يكون المراحل الثانية سهلة. سهلة يعني بمجرد ما تعرف الإيقاع الموسيقي تمشي عليها. صحيح. يعني على الشاعر سهل بقية إذا كان عندك رغبة وإصرار. صحيح. أي نعم. زين بتسمعنا في فن المسبع في الغزل؟ هنسمعك شيء غزل وشيء عتاب. حلو. وشيء كل شيء إن شاء الله. هذا الموضوع بنخليه عندك أنت. هات إن شاء الله. يقول فن المسبع. نعم. يقول روحي عليلة ولا جاني خبر منه. روحي عليلة ولا جاني خبر منه. نعم. خايف عليه وبسائل منه ومنه. نعم. يا رب سترك عسى بالخير حامنه. حامنه. شوفوا فوادي غدا شر واللهب حامي. حامي. نسيت أهلي والربع ونسيت أرحامي. أرحامي. كسر المودة تعب ما يفيده الحامي. حامي. والقلب دمه نشف مسكين عامنه. والقلب دمه نشف مسكين عامنه. نسيت أهلي والربع ونسيت أرحامي. الله الله الله. كسر الله. المودة تعب ما يفيده الحامي. نعم. والقلب دمه نشف مسكين عامنه. الله أكبر. والقلب دمه نشف مسكين عامل. الله الله. هات بعد بنزيدك. مزهات. يقول واشي براسي على المزيون متحني. واشي براسي على المزيون متحني. سمع. مايل وتارس ثمر ونضيق متحني. متحني. غمضت عيني أخاف الشوف يمحني. الله أكبر. غمضت عيني أخاف الشوف يمحني. اسمع محمد. خرب الطريق ونسيت الدرب والخطوة. خطوة. كل السبب والسبب في الخربطة هو. هو خاطف يتكتك بكعبه والعمر توه. توه. يبس فوادي والقسم من سبته عني. يبس فوادي والقسم من سبته عني. الله أطلع عليك يا حسن. إن شاء الله ما شاء الله. إيش هذا الإبداع؟ والله من ذوقك صراحة. مبدع ما شاء الله عليك. واجبنا نكتب للجمهور. هات بعد. دام انه يحب. زيدني. دام انه يحب المسبع بنكتب له. هات. يقول قيس الملوح تعذب في هوى ليلى. قيس الملوح تعذب في هوى ليلى. وانا قلبي يحترق في بعدهم خلوة. خلوة. قيس الملوح تعذب في هوى ليلى. وقلبي انا يحترق في بعدهم خلوة. خلوة. يا ناس مايل بكبري والعشق بلوى. بلوى. يا ليتني ما عرفت الحب وهمومه. واصبح دار الغنم صوب السرح شومه. شومه. والليل بعد العتي مركد حلا نومه. نومه. ومن يعرف الحب لازم في البلا يلوى. ومن يعرف الحب لازم في البلا يلوى. يا حسن ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا حسن. هات بعدك. هنزيدك يا ابو شاب تستاهل. يعطيك العافيه. يقول فن المسبع. نعم. يقول شلت فوادي ونهبت كل عضايه. شلت فوادي ونهبت كل عضايه. واللادمي دون عقله ما فهم غايه. خلاص شلت كل شيء. صحيح. عاد بقى ماشي عقل. والآدمي دون عقله ما فهم غاية. غاية. غديت مثل الذي يمشي بلو طايه. الله أكبر. ماشي. غديت مثل الذي يمشي بلو طايه. يا ناس لا تلوم عيني والهوى غلاب. غلاب. والحب خاطف على الصغار والشياب. شياب. وانا عيوني غدت تسكب شر المرزاب. الله. يا بنت روفي وطفي نار للضايه. يا بنت روفي وطفي نار للضايه.